هاي نيلي تعال. اوكي هاي نيلي. هاي عمرو زميلي بنتمرن مع بعض. عموره كابتن عمرو. اوكي وحيد قال ان هو بيلعب سكواش جامد قوي يعني هو قال لي كده اسيبكم تلعبوا مع بعض شويه. عمر مطهولك. عموره فينك؟ قلت لك كابتن عمرو. اوكي انت بتعرف تلعب سكواش بجد؟ العب سكواش امال ده لبس الشطرنج ولا ايه؟ هنشوف. باي. معجبين. ربنا يكون في عونك. ربنا يكون في عونك انت. انا عايز اعرف بقى انت ليه عملت كده؟ اكلت شطه والشطه دمرتك. قلت لي بتعرف تلعب سكواش وانت شكلك عمرك ما مسكت مضرب في ايدك. علشان اول مره احب بجد في حياتي. المره الوحيده اللي حبيت فيها بجد طلعت ممثله. مش ممثله عاديه لا. دي ممثله مشهوره كمان. يعني انا بالنسبه لها ولا حاجه. مالها الممثله؟ ممثلة بني آدم برضو بتحس زي كل الناس.